لما بيحصل بقى زيادة في درجات الحرارة كل الحاجات دي بتحصل، فيبدأ الواحد يشتكي من إن هو أول حاجة حاسس بإجهاد، مجهوده قليل، عضلاته فيها وهن شوية، في صداع، في عرق شديد، ممكن يحصل كرامبات في العضلات، ويبقى النفس سريع وضربات القلب سريعة، وهو ده اللي بيسموه الإجهاد الحراري. أوكي. ده درجة نقدر نقول الدرجة الثانية، الدرجة الأولى اللي هي الكرامس، الدرجة الثانية اللي هي الإجهاد الحراري. لو ما عرفش بقى إن هو يتخلص من الحرارة الزيادة، هنا هيبقى ما فيش عرق والجسم يبقى ساخن ودرجة الوعي تقل، وممكن يخش في غيبوبة أو تشنجات، والحالة دي اللي بنسميها ضربة الشمس. يبقى ضربة الشمس هي مرحلة تالية لمرحلة الإجهاد الحراري. كل مرحلة من دول نقدر نتعامل معاها بشكل مباشر، لكن لازم نكون عارفين إنه مجموعة معينة من الناس هم عرضة أكتر للحكاية دي. السيدات الحوامل والأطفال وذوي الهمم. دول مجموعة مهمة لازم نخلي بالنا منهم، لأنهم دول لما بيتعرضوا لحرارة زيادة بيتأثروا أكتر. كمان الناس الهوملس اللي هم قاعدين في الشارع طول الوقت. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة دول برضو بيتأثروا كتير، لأنه زي ما قلنا أعضاء الجسم بتتأثر بتعليمات من المخ عشان تحافظ على الحرارة، فإذا كانت الأعضاء دي فيها مشكلة يبقى هتتأثر أكتر. كمان الناس اللي بتمارس الرياضة العنيفة وخاصة في الجو المفتوح اللي بتتعرض فيه لدرجات حرارة كبيرة، الناس دول عرضة إلى أنهم يجيلهم الإجهاد الحراري وضربات الشمس لو مش بياخدوا بالهم أنهم ما يعملوش ده أثناء الظهيرة أو ارتفاع درجات الحرارة الشديدة. المجموعة الأخيرة ويمكن حضرتك مهتم بيها طبعا، اللي هم الناس اللي بتشتغل في الشارع وشغلهم بيفرض عليهم أنهم يكونوا موجودين في جو الحرارة الزيادة. الحقيقة دول برضو عرضة لضربات الشمس والإجهاد الحراري، وعشان كده لازم يبقى فيه ترتيب للناس دي إنها ما تتعرضش لكده. اللي بيديرهم لازم يعمل له حسابهم إن هو يشربهم مية كتير، وإنه يعمل مجموعات، يعني مجموعة تشتغل ساعة وتريح ومجموعة تشتغل ساعة تانية، يعني يبقى فيه نوع من التبادل، يبقوا موجودين في الظل أكتر، يلبس واقيات الرأس، يعني يلبس برنيطة أو طاقية أو حاجة عشان ما يتعرضش بدرجة مباشرة لدرجات الحرارة. يفضل لو يقدر ان هو يغير لهم المواعيد، يعني مش لازم يبقى موجود ساعة الظهيرة في منطقة العمل اللي هو في درجة حرارة كبيرة، يعني يفضل ان هو يشتغل في الفترات الصباح مثلا بدري شوية او متأخر في الليل. وفي ناس كتير بتغير مواعيد العمل علشان تقدر انها يعني تنجز وفي نفس الوقت ما تتعرضش لضربات الشمس او الإجهاد الحراري. حلو جدا.